السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. وانزل في الكومنتات واثبت وجودك بالصلاه على الحبيب، وحط النيه بتاعتك ونشوف الكواكب بتاعتك والاخبار بتقول لك ايه. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. طيب، اول حاجه، انتوا عندكم حاله من الكسل، عندكم حالة من الارهاق الفترة دي، بتفكر كتير، بتشتغل على نفسك، بتحاول تطلع من الهم اللي انت فيه، بتحاول ان انت تطور من نفسك في مجال حياتك الشخصية او العاطفية. طول عمرك عايش بتضحي، ضحيت كتير من اجل او علشان خاطر تسعد ناس ومحدش تمر فيها اللي انت كنت بتعمله في حياتك. الفترة دي هتحاول تظبط أمورك، هتحاول تظبط حياتك. يعني لو انت عندك خلاف مع العيلة، عندك مشكلة مع العيلة، عندك كلام بينك وما بين حد من خص عيلتك، هيبقى في صلح الأيام اللي جاية. وخلي بالك، هيبقى في كلام مع أمور جذرية أو أمور جدية الفترة اللي جاية. عندك خروج من علاقة او خروج من مواضيع مضايقاك وخانقاك الفترة دي، حصل عندك بعض الكوكبة، حصل عندك بعض الكركبة اللي تخص حياتك، بس لازم تاخد القرار المهم اللي هيكون فيه انتصارك خلال الفترة دي. هتاخد قرار حلو، ومن خلال القرار ده هتسمع احسن خبر ممكن تسمعه في حياتك الفترة اللي جاية. خبر طال انتظاره، الله اعلم، بس هيبقى فيه خبر حلو، والخبر ده متعلق بأمور مادية تخص حياتك، تخص فرح وسعادة عندك، هيبقى عندك أخبار حلوة. بس عايزاك تحذر من أشخاص منافقين، أنت هتحاول تبعدهم عنك. أشخاص منافقين، عندك علاقات أو عندك حد يخص حياتك أو يخص حبيب ليك، الله أعلم، حد معاك علاقة من الأبراج الترابية بينك وما بينه، خلي بالك انه في شخص من الابراج الترابية دايما حاطط عينه عليك وممكن يزعجك او يضايقك، فياريت تخلي بالك من نفسك وما تتكلمش كتير عن اي حاجة تخص حياتك. في شخص عندك متعدد العلاقات، والشخص ده دايما كده بتحسه ان هو عيونه زايغة، بيحب ان يعني بتحسه كده عيونه او ست عيونها مش مظبوطة، انتوا قلبكم ما بيرتاحلوش، ما بيرتاحش للناس دي. قريب جدا هيكون عندك بداية، والبدايات دي هتكون اولها نقط عندك، وهتحط نقط كتيرة جدا على حروف في حياتك. وعايز اقولك انه هتطور من نفسك في مجال حياتك الشخصية، وهتطلع كمان امور من حياتك باذن الله الفترة اللي جاية. عندك واحدة ست، واحدة ست دي بشرتها قمحوية، الست دي من حياتك، فياريت تخلي بالك منها عشان خاطر بتحاول تأذيك. هي بشرتها قمحوية وقصيرة وشعرها قصير، خلوا بالكم منها عشان خاطر دي عاملالكم كركبة كبيرة، عاملالكم مواضيع بتنتهي عليكم انتوا. عندك ورق في الدولة او ورق في الحكومة، ورق عاطل، هيبقى في مكالمة تخلص ورق او انت ناوي تخلص ورق، الله اعلم، بس انت عندك ورق الايام اللي جاية دي علشان عندك امضة او ناوي تبعت لحد فلوس، حد يبعت لك فلوس، في امضة عندك هتمضيها الفترة اللي جاية، وهتطلع من جو الكركبة اللي انت بتمر بيه الفترة دي، عشان هيكون عندك امور هتفرحك وهتزيد من الاخبار الحلوة اللي هتكون في حياتك، علشان خاطر انت طال انتظارك، علشان او طال الامور عندك علشان تسمع خبر حلو، تسمع اي حاجة ممكن تفرحك. فالفترة اللي جاية هيكون فيها فترة تغيرات لحياتك، وعلشان تحصل على التغيرات دي لازم تكون واثق من كل خطواتك اللي في حياتك، علشان خاطر انت تستحق تجدد من نفسك وتستحق الاخبار الحلوة تسمعها. وعلشان كده ان شاء الله باذن الله هيكون عندك انتصار وفرحة طال انتظارها. Yeah.
اللي عامل فيكم كده العين القوية اللي جاية لكم من أشخاص مقربين لحياتكم. العين القوية هي اللي سايباكم بالحسد الشديد اللي انتوا حاليا بتتعانوا منه، وانتوا عندكم كسل، عندكم خمول، عندكم إرهاق، بتحسوا بخنقة، حاسين بضيق الله أعلم، حاسين بحاجات كتيرة جدا مش يعني مش لطيفة في حياتكم، لدرجة ان انتوا بتسألوا نفسكم اسئلة كتير جدا. انا مالي بتخنق ليه؟ انا مش نافع في حاجة، انا عندي اسئلة كتير ومش عارف ايه اجابتها. انت بس العين هي اللي مأثرة عليك الفترة دي. الفترة دي انت هتكتشف اشخاص على حقيقتهم مازال بينافقوا وبيكذبوا عليك، وهتخرج نفسك من طاقة سلبية ومن طاقة اي حد ممكن يستفزك الفترة دي. ليه؟ علشان هتطلع من الطاقات اللي انت بتمر بيها لفترة جذرية في حياتك، وهتطلع من الصدمات اللي ورا بعض. عندك كمان شخص، والشخص ده بيحبك، ناوي يقرب منك، ناوي يعترف لك بحبه، ناوي يكلمك الله أعلم، بس الشخص ده بيحبك جدا، عايز يتكلم معاك وخايف من ردة فعلك، عايز يكون بينك وما بينه كلام وخايف الله أعلم، بس الشخص ده خايف ان هو يقرب لك، خايف انه يتكلم معاك. انت الايام دي بالك مشغول بعدة المشاريع، بالك مشغول بكذا حاجة في حياتك، عندك حماس شديد الايام دي جدا، وناوي على انفراجات او ناوي على شهرة، ناوي ان انت تدخل في مشروع وتزود الدخل بتاعك. الفترة دي من اجمل الفترات اللي عندك تفكير في الماديات، من اجمل الفترات اللي انت بتشتغل على نفسك وبتعافر وبتجاهد علشان توصل للهدف وتوصل للحلم. خلي بالك ان في ناس كتيرة جدا مركزة معاك، انت اللي دمرك وكسر نفسك، كسر نفسك او عمل لك صدمات هو السحر اللي كان بيتجدد لك من ام الشريك او من حد يخص الشريك. حد يخص الشريك كان في سحر بيتجدد لك، والسحر ده هو اللي وقفك وهو اللي خلاك شخص مختلف، خلاك شخص غير ما هم كانوا فاكرين، خلاك تاخد حقك او خلاك تعمل حاجات كتيرة جدا انت ما كنتش بتعملها الفترة دي. مريت بحاجات كتيرة او مريت بكذا ازمة صحية، عانيت، حصل عندك ضغط، حصل عندك مواضيع تخص حياتك الصحية، وتعبت وقعت في أزمة وما لقيتش حد جنبك، لدرجة ان انت خدت كام يوم كنت بتتألم فيهم اشد الألم ومحدش قالك مالك. وفي الوقت ده انت عرفت عدوك من حبيبك، عرفت كل اللي بيتدخله في حياتك، فعشان كده بدأت تقطع علاقاتك مع ناس كتيرة جدا، بدأت تخرج ناس كتيرة جدا من حياتك، ظلموك ووجعوا قلبك. حياتك الفترة اللي جاية هتمشي زي ما انت عايز، علشان هيكون عندك تيسير في مواضيع، او هيكون عندك استلام ارباح، هيكون عندك كذا حاجة انت هتشتغل عليهم، وخلال الفترة اللي جاية انت اللي هتنجح، وانت اللي هيكون نجمك ساطع. انت مشكلتك ان انت نجم خفيف، ان الحاجة بمجرد ما بتتكلم عليها ما بتحصلش، ودي مشكلة فيك بحاول تحلها، والحل الوحيد ان انت تحلها تكتم وتداري، تكتم وتداري، بمجرد ما هتكتم وتداري الفرحة هتعوم على حياتك. الايام دي من اكتر الفترات اللي انت ناوي تشتري او ناوي تبيع، ناوي بس انا شايفه لك شراء، انت ناوي تشتري عربية او حاجة جديدة الله اعلم، بس انت عندك شراء، والشراء ده هيكون فتحة خير ليك، علشان خاطر الحاجة اللي انت ناوي تعملها دي هتكون باب رزق ليك. يعني ممكن تكون ناوي تجيب عربية عشان تروحوا بيها الشغل، ناويين تجيبوا حاجة معينة، ناويين تفتحوا مشروع جديد الله أعلم، بس انتوا الحاجة اللي هتعملوها دي هتكون مصدر رزق ليكم الفترة اللي جاية. انت اللي جايبك ورا كله ست، والست دي بتحقد عليك، الست دي من المقربين، ممكن يكون من الجيران، او في ست عندك بتحقد عليك، خلي لي بالك منها برضو. كون حويط على نفسك وما تديش زيادة عن اللزوم. عندك تحقيق امر، الموضوع ده او الامر ده طال انتظاره، وعشت فترة من الفترات بتحارب علشان خاطر توصل للخبر ده او توصل للموضوع ده، وعلشان كده
مجرد ما هتوصل له هترفع العلم بتاعك وهتقول انا الحمد لله، انا تعبت واتظلمت وربنا ابتلاني كتير بس وصلت لهدفي ووصلت لحلمي، وانا كده مش ندمان اني في يوم من الايام تعبت، وهتشكر ربنا جدا على كل حاجة ابتلاك بيها. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب، عندك لهفة واشتياق وحنين، لهفة واشتياق وحنين، بتحب جديد او عندك حب جديد في قلبك او حد هي يعني لم شمل الله اعلم، بس انت عندك حب وعندك كلام يخص الحب وناوي ان انت تستلم حاجات جديدة في حياتك. مين الاشخاص اللي عايزين المساعدة بتاعتك وانت مش مديهم ظهرك؟ ما بقتش عايز تساعد حد بسبب اللي انت شفته في حياتك منهم. انت ناوي على طريق سفر او ناوي ان انت تسافر، ناوي ان انت تطلع من الارض اللي انت فيها، حاسس ان الدنيا كلها جاية عليك، لا انت بس حواليك تعابين بيلفوا حوالين رقبتك وخانقينك ومضايقينك، وهم سبب العراقيل اللي انت بتمر بيها حاليا. مجرد ما هتهدي اعصابك وتهدي الامور اللي انت فيها هتغير سكنك، هتغير ايامك، حالتك النفسية الايام دي مش مستقرة بسبب التفكير الرهيب اللي انت بتفكر فيه. حاول تشغل الطاقة بتاعتك، انت عندك طاقة ايجابية والطاقة دي حلوة جدا، هتدخلك في مشروع هتبدأه بسبب ان انت هتكون متألق وهتكون واثق من نفسك، هتلفت انتباه الاخرين، هتلفت انتباه اشخاص كتيرة جدا موجودين في محيطك، هتلفت انتباه ناس حط عينها عليك ومستنية سقوطك، بس انت هتثبت لهم العكس. ما تقلقش خالص، انت عندك اثبات وجود. واحب اطمنك وابشرك ان انت هيكون عندك لقاء، واللقاء ده مع حد عزيز على قلبك، مع حد انت بتحبه جدا جدا، والحد ده هيبقى فيه كلام بينكم وما بينه. في حد اكل حقك عندك، او في حد مقصر في حق ربنا او مقصر في حقك انت، الله اعلم، في حد عندك مقصر في حاجة، مقصر وانت دايما بتحاول تتكلم معاه، بتحاول ان انت يبقى في كلام بينكم، بس هو مصمم يكون على الوضع بتاعه. انت خدت فترة من الفترات كنت حابب العزلة، خدت فترة من الفترات ما كنتش حابب تتكلم مع حد ولا حد يتكلم عليك، كنت حابب ان انت تضل ساكت، تفضل ساكت طول الوقت، وعلشان كده اخترت يعني خدت كام يوم في حال التفكير واخترت او خدت موضوع او نويت على حاجة معينة تعملها، وبالفعل الحاجة دي كانت هتكون كويسة في حياتك. عندك وردة، والوردة دي هتطرح اخبار حلوة على حياتك طال انتظارها، بس انت عايش في دوامة اليومين دول وعايش في حيرة، حيران من مواضيع، حيران من امرك، حيران من نفسك، بتقول يا رب انا خلاص بجد تعبت، يا رب انصرني، بتدعي ربنا كتير الفترة دي. احب اطمنك واقولك ان انت عندك لم شمل، عندك كلام بينك وما بين اشخاص الله اعلم، بس هيكون عندك لم شمل، واللم الشمل ده انت مستنيه الفترة دي، انت اللي تعبك الايام دي طاقة التفكير المحيطة بيك، طاقة التفكير اللي عاملة لك الازعاج اللي انت فيه، بتحلم بكوابيس، خلي بالك، حصل لنفسك قبل ما تنام الكوابيس المزعجة دي انت بتحلم بيها وخايف ان هي تتفسر، علشان انت مؤمن جدا ان احلامك كلها بتتفسر. في حد دايما واقف ضدك في العيلة، حد انت عايز حاجة وهو عايز حاجة تاني، حد كبير عندك في السن الله اعلم، بس عندك حد بينك وما بينه خلافات، بينك وما بينه امور، وطبعا انت عنيد وبتعمل اللي في دماغك، ما بيفرقش معاك رأي الاخرين، انت بتسمع لهم بس في الاخر بتنفذ اللي انت عايزه او بتنفذه اللي انتوا عايزينه. علشان تنتصروا، علشان تتأكدوا دايما ان انتوا ماشيين صح، امسكوا على ايدكم شوية،
بلاش الفلوس اللي عمالين تصرفوا فيها زيادة عن اللزوم، بلاش تكونوا مصرفين قوي، حاولوا ان انتوا يعني بالراحة شوية على نفسكم، علشان خاطر انتوا الفلوس دي ممكن تحتاجوها في الايام اللي جاية. وعلشان احب ابشرك، انت هيكون عندك ايام مليئة بالانفراجات، مليئة بالاخبار الحلوة. واحدة ست، والست دي بتدعي المحبة، بتدعي ان هي بتحبك، بتدعي ان هي واقفة جنبك. اخدت كذا ضربة فوق دماغك، واخترت طريقين او اخترت موضوعين، والموضوعين دول انت حاليا حيران فيهم ومخنوق، بس انت خدت ضربات كتيرة جدا في حياتك. انت مشكلتك اللي تعبك وتعب شريك حياتك السحر اللي بيتجدد لك، زي ما قلت لك هو ده اللي عامل لك مشاكل مخليك، يعني هو المشكلة ان السحر ده مأثر عليك انت، ومأثر على شريك حياتك، ولو عندك اطفال هو مأثر على الكل، يعني هو مش بيأثر عليك انت بس، لا هو بيأثر على الكل. وعلشان كده الايام دي من اكتر الايام اللي انت بتمر بخنقة وضيق فيها، عندك مشاكل بتعاني منها. الفترة اللي جاية هيكون عندك نية حلوة، والنية دي ممكن تكون يكون خبر حمل مولود جديد بإذن الله، او طفل جديد هينور حياتك الفترة اللي جاية، وهيبقى عندك امور حلوة جداً انت ناوي تعملها بنفسك. فانا احب ابشر لك بالخير ان انت هيكون عندك انطلاقات حلوة. عندك طريق، والطريق ده هيكون كله نجاح، الطريق ده هيكون كله نجاح، وابشركم باخبار حلوة طال انتظارها، والاخبار دي هتحصدوا من وراها خبر حمل، علشان خاطر انتوا عندكم اخبار او عندكم حاجة طال انتظارها هتحصلوا عليها الفترة اللي جاية، فما تقلقوش خالص ولا تخافوا. خروج من ازمة، خروج من حالة نفسية، هتخرجوا من حاجات مضايقاكم، هتخرجوا من كذا حاجة خاب ظنكم فيها الفترة دي. انت بس بتفكر كتير جدا في الماضي، بتفكر كتير جدا في حاجات ضغطاك، وزي ما قلت لك انت حيران، فالفترة دي انت هتحب العزل اكتر، هتحب ان انت ما تتكلمش مع حد ولا حد يتكلم عنك علشان توصل لهدفك. ايوة، علشان توصل لهدفك في موضوع، والموضوع ده شاغل بالك جدا جدا، وبتحاول تدبر امورك فيه، بتحاول تدبر نفسك، بتحاول ان انت تقول انا هصبر، علشان دايما الصبر هو اللي هينجيني من اي حاجة. وبالفعل الصبر هو اللي هينجيك من اي حاجة، انت اجمل ما فيك ان انت متفائل خير، وواثق في قدرات ربنا، وعارف ان ربنا مستحيل يجي عليك، عارف ان ربنا بيختار لك الامور الصح اللي تكون من نصيبك، فما تقلقش خالص خالص، انت عندك امور حلوة جدا، وكمان فرحة طال انتظارها، بس خلي لي بالك من عراقيل، او خلي لي بالك من امور، او من حاجات كتيرة جدا انت خانقاك ومضايقاك. عندك بعض الاسامي اللي موجودين في حياتك، عندك حرف الميم، وعندك حرف النون، عندك كمان حرف الالف، في ست، الست دي مقربة ليك، وانت كنتوا قاعدين معاها من حوالي يومين او ثلاثة، وفضلتوا تتكلموا مع بعض، في واحدة بتنق عليها وبتسلطها عليكم، خلوا بالكم منها، واحدة بتنق عليها وبتحاول تسلطها عليكم، بتحاول تقول لها كلام مش فيكم، علشان هي غيرانة منكم ومش حبالكم ان انتوا تكونوا كويسين، فخلوا بالكم من مطبات ومن امور مضايقاكم. هيحصل مواجهة، والمواجهة دي انتوا هتتكلم وهم هيتكلموا، وعلشان خاطر تحصل على اللي انت عايزه انصحك نصحا تاما ان انت تهدي اعصابك وما تغضبش ولا
تتكلم كلمتين على بعض، انت تسكت خالص وتسمع، علشان خاطر انت لو انفجرت هتقول كل اللي جواك وهم عايزين كده. لا انت اسكت وحيرهم بسكوتك، ولا انه انت تريحهم بردة فعلك، فردة سكوتك هيكون دمار ليهم وهتنتقم منهم وهتاخد حقك لو انت فضلت ساكت. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب بص بقى، في هنا حلم، حلم انت عمال تحلمه بيتردد معاك اكتر من مرة. الحلم ده انت طال انتظاره، الحلم ده انت مستنيه بفارغ الصبر، وعلشان كده احب ابشرك واطمنك ان انت هتحصل على اللي انت عايزه. اللي انت الايام اللي جايه دي هتحصل على اللي انت عايزه، طريق، والطريق ده انت هتنجح فيه. بس خلي بالك من ناس مقربه ليك، انا مش بحذرك من حد، انا بس بقول لك خلي بالك من ناس مقربه ليك، ناس عامله احبه ليك، عاملين ان هم بيحبوك، عاملين ان هم عايزين مصلحتك، عايزينك كويس، بس انت ما تعرفش هم مخبيين لك ايه، ما تعرفش هم ممكن يأذوك الفترة دي ازاي. كل اللي انت هتعمله ان انت تحصل لنفسك، وما تتعاملش بمحبة زيادة عن اللزوم. كون حريص واكتم وداري علشان اي حاجة تخص حياتك تكمل. طول ما انت هتفضل تتكلم عن اي حاجة هتخص حياتك، عمر ما حاجة هتكمل ابدا في حياتك، وهتلاقي دايما العراقيل، وهتلاقي دايما المشاكل. اما بمجرد ما هتسكت هتحسن من وضعك، وهتختار الطريق السليم في الوقت الصح. انت مشاعرك طيبة، واللي جايبك ورا هو طيبة قلبك. كل ما يعني كل ما بتحب بتدي كتير، كل ما بتلاقي يعني انت لما بتلاقي حد محتاج بتدي، ما بتحبش تشوف حد محتاج وتفضل ساكت، وهو ده اللي جايبك ورا. يعني بمعنى اصح اللي تعبك نفسيا طيبه قلبك، واللي مخليك مخنوق ومتضايق هو ان انت لحد الان مش عارف تاخد حقك وساكت ساكت، وبتقول الصبر ان الله مع الصابرين. هيكون في اجتماعات وفي كلام وفي لقاءات، في امور كتيره جدا تخص الشريك، هيبقى في قضيه انت هتربحها باذن الله، او هيكون في كلام بينك وما بين حد. بس انت الفترة دي بتعاني من خنقة شديدة، بتعاني من ضيق، مش عارف تاخد نفسك. ناوي ان انت تشوف ايه مشاكلك الصحية وتشتغل عليها. الوقت ما تشتغلش على الوقت الضايع، انا دايما اقولك ما تشتغلش على الوقت الضايع، اشتغل على الوقت الصح اللي هو يكون مناسب لحياتك. في ناس ما تمرش فيها العيش والملح اللي انت كلته معاهم، بالعكس أذوك وظلموك، ما تمرش فيهم خالص العيش والملح، وما تمرش خالص فيهم اللي انت كنت بتعمله عشانهم. فهدي اعصابك وهدي نفسك علشان خاطر تحصل على اللي انت عايزه في الصح، علشان انت عشت فترة عمال تعافر وتجاهد من اجل ناس ما يستاهلوش. الايام اللي جاية دي هتغير وضعك المادي 180 درجة، وضعك المادي هيتغير 360 درجة. هترتفع ارباحك، هترتفع حياتك، بس هيكون في عندك، مش هقولك مشكلة، بس هقولك في مواجهة، وهيبقى في كلام جارح بينك وما بين حد، او بينكم وما بين حد، علشان خاطر هيكون عندكم امور هتعكس الحقيقة. يعني هم مش هيقولوا الحقيقة، وعلشان كده انا بقولك اسكت. مش هقولك طبعا اسكت عن حقك، علشان انت ما بتعرفش تسكت عن حقك، بس الفترة دي لازم تسكت، علشان انت متمسك بهدف قدامك، او حاطط هدف قدامك وبتشتغل عليه، وعلشان تربحه لازم تسكت. حتى لو سمعت حاجة تضايقك او سمعت حاجة تزعلك،
انصحك بالسكوت او انصحك بعدم الكلام في اي حاجة ممكن تخنقك وتضايقك. هيكون في تغيرات كتيرة جدا الفترة اللي جاية، مع هم هينزاح بإذن الله، مع فرحة طال انتظارها. في حد عندك انت هتحضر له مناسبة، او في حد انت ناوي تعمل مناسبة عشان خاطره الله اعلم، بس انت عندك امور حلوة وعندك انطلاقات كتيرة جدا هتفرحك بإذن الله مع اخبار طال انتظارها او طال التفكير فيها. فما تقلقش خالص، علشان انت عندك بعض المراجعات لحياتك، وعندك بعض الاشخاص اللي هم هيساعدوك ان انت تطلع من اي ازمة انت تقع فيها. ما تقلقش، انت في ناس برضو حواليك بتحبك، بس اللي بيكرهوك اكتر. وبيكرهوك ليه؟ علشان انتوا متألقين واثقين من نفسكم، واثقين من خطواتكم، عارفين عايزين ايه وبتشتغلوا ازاي. تحياتي ليكم، واتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل.